وحول جولة الرئيس السيسي الأفريقي، مشاهدينا ينضم إلينا من زامبيا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري. علاء، تابعنا مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس لدى وصوله إلى أنغولا في زامبيا، القمة المتوقعة للكوماسا وتسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا. كيف تستعد العاصمة الزامبية لهذه الأجواء على صعيد التعاون الأفريقي واستغلال هذه الفرصة للقاء هؤلاء القادة الأفارقة؟ نعم، اليوم إيمان تنتهي الاجتماعات التحضيرية التي تسبق الاجتماعات على مستوى رؤساء وزعماء وقادة الدول الإفريقية الأعضاء في تجمع الكوميسا المعروف باختصارا بالكوميسا، وهو منطقة الشرق والجنوب الإفريقي. هذا هو التكتل الاقتصادي الأهم في القارة الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستهل نشاط سيادته بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية التي من المتوقع والمنتظر أن تنطلق صباح غد تحديدا في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. السيد الرئيس سوف يسلم الرئاسة الحالية لهذا التجمع، تجمع الكوميسا، والتي امتدت لمدار العامين السابقين. سوف يسلم هذه الرئاسة للرئيس الزامبي ليتم نقل الرئاسة، وبالتالي تنقل الخبرات المصرية والجهود المصرية التي بذلت طوال العامين الماضيين للشقيقة دولة زامبيا لمواصلة كل المساعي التي تبذلها أعضاء هذا التكون أو التجمع الذي يبلغ عدد أعضائه 21 دولة. تستمر هذه الجهود لدعم التكامل الاقتصادي. ربما العنوان الذي اختارته هذه القمة الثانية والعشرين هو التكامل الاقتصادي نحو تعزيز الاستثمار، والاستثمار خاصة في قطاع السياحة والبنية التحتية. إذا ما علمنا أن الدول هذا التجمع تضم أكثر من 580 مليون نسمة بناتج محلي كلي لهذه المجموعة يناهز 850 مليار دولار، ندرك تماما الفرص الواعدة والأفاق الرحبة التي تنتظر هذا التجمع الاقتصادي الأهم في القارة الإفريقية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك إرادة سياسية متوفرة لدى الأطراف المشاركة في اتفاقية الكوميسا لتحقيق الطفرة فيما يتعلق بالتعاون والتكامل الاقتصادي عبر الكثير من المبادرات، سواء المبادرات التي تم طرحها في من خلال الرئاسة المصرية أو مبادرات أخرى تم طرحها من شركاء التنمية الأفارقة سواء الإقليميين أو شركاء التنمية الدوليين، فيما يتعلق بإعفاءات جمركية، فيما يتعلق بتعزيز وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، الاستثمار في البنى التحتية، التحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لبذل مزيد من الجهود في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لقارة أفريقيا حتى عام 2063. عدد كبير من المبادرات التي تقدم بها السيد الرئيس خلال الدورة السابقة، من بينها عدد من المحاور التي تمتد أو تعتمد على ربط النهري والملاحي والبري بين دول المجموعة لتسهيل انتقال العبور البضائع والأفراد، مبادرات تتعلق بالتحول الرقمي، مبادرات أيضا تتعلق بالتنمية المستدامة اعتمادا واستنادا على الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإشراك ريادة الأعمال وقادة الأعمال الشباب من القارة التي يمثل عدد سكانها أكثر من 60% من الشباب. هذه الاجتماعات التحضيرية التي أشرنا إليها تختتم اليوم بعد سلسلة من الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، وعدد من هذه اللقاءات والاجتماعات وورش العمل كانت تضم عدد كبير من المستثمرين من قادة المال والأعمال، إلى جانب عدد من المسؤولين من دول المجموعة على مستوى وزراء التجارة والصناعة ومستوى وزراء الخارجية. ترفع هذه التوصيات التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات إلى القادة والرؤساء في اجتماعهم الذي سوف ينطلق صباح غد للنظر في الموافقة على هذه المقترحات وهذه المقررات وتحويلها إلى توصيات، ومن ثم البحث عن آليات للتنفيذ استنادا إلى الجهود التي بذلت خلال العقود الماضية. كما نعلم تأسست هذه السوق في عام 1994، مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه المجموعة، ومنذ هذا التاريخ تحديدا منذ عام 1998 بذلت مصر ولا تزال جهود كبيرة على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي القاري، وأيضا
وأيضا تعزيز العلاقات التي تربط دول المجموعة بالمحيط الإقليمي في قارة أفريقيا أو فيما يتعلق بالجهات المانحة وجهات التمويل عالميا ودوليا. مصر تسلمت هذه الرئاسة على مدار العامين السابقين كما أشرنا، ولكن في ظروف في غاية الصعوبة اقتصاديا وسياسيا في القارة الإفريقية، كانت هناك عدد كبير من التحديات على المستوى الاقتصادي، تأثرت بجائحة كورونا ومرحلة التعافي من كورونا ومن ثم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية، ما فرض على الرئاسة المصرية التحرك بفاعلية لمواجهة هذه التحديات والعمل على تقليل الخسائر من جراء هذه العقبات وهذه الأزمات والتحديات التي واجهت القارة، ولا تزال على صعيد المدار أو على صعيد تولي مصر للرئاسة خلال العامين السابقين. عدد من الأزمات سوف تكون مطروحة على هامش هذه الاجتماعات من خلال لقاءات ثنائية سوف يعقدها السيد الرئيس مع عدد من رؤساء وزعماء وقادة الدول الإفريقية المشاركين في هذه القمة، تتعلق بالأوضاع الأمنية في كل من السودان، في كل من الصومال، بالإضافة أيضا إلى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة من جانب وبين المحيط الإفريقي من جانب آخر. السيد الرئيس أيضا سوف يبحث تعزيز التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين دول هذه المجموعة من جانب آخر، ومواصلة نقل الخبرات المصرية العريضة في مجال المفاوضات مع الشركاء الدوليين، في مجال أيضا الاستثمار وتشجيع الاستثمار، أيضا في مجال البنى التحتية، وهي المجالات التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة، ويعرب دائما عن استعداد مصر لنقل هذه الخبرات إلى الأشقاء الأفارقة لدعم وتعزيز هذا التكامل المرجو من خلال هذه القمة ومن خلال القمم السابقة، والبناء على ما تحقق من مجهودات، سواء مجهودات بذلتها الرئاسة المصرية أو مجهودات أخرى يبذلها الأشقاء الأفارقة في هذا التجمع الاقتصادي الأضخم والأهم في القارة الإفريقية. نعم إيمان. نعم علاء، يعني ما تفضلت بذكر الجهود التي بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين أثناء رئاستها للكوميسا، كيف ترى الأوساط الصحفية الزامبية مدى ما ستستمر عليه زامبيا في استكمال هذه الجهود، بالتحديد نظرا للتحديات الاقتصادية التي ذكرتها عالميا والتي تفرض على أفريقيا أن تصبح تكتل اقتصادي كفيل أنه يتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية عالميا؟ إيمان، كان لنا عدد كبير من اللقاءات التي أجريناها مع عدد من المشاركين في هذا المحفل القاري الأهم، من خلال هذه اللقاءات سواء التي جرت مع مستثمرين في القطاع الخاص الإفريقي أو فيما يتعلق بلقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين الأفارقة المشاركين في هذه الفعاليات، كانت هناك نظرة تحمل التقدير للتجربة التنموية الاقتصادية المصرية، خاصة في مجال البنية التحتية، وهو المجال الذي تعاني منه القارة الإفريقية بشكل خاص، بالإضافة أيضا إلى نظرة مصر أو نظرة المجتمع الإفريقي بشكل عام الإيجابية إلى الأوضاع الاقتصادية المصرية التي تحققت خلال الثماني أعوام الماضية من خلال نجاح برنامج الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة أيضا إلى النظرة الإيجابية للجهود المصرية التي تبذلها سواء على صعيد الإصلاح الاقتصادي الداخلي أو فيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة بشكل عام ومع دول المجموعة بشكل خاص. المبادرات الرئاسية التي طرحها السيد الرئيس خلال العامين السابقين أيضا تحظى باهتمام كبير داخل أوساط المتخصصين ورجال المال والصناعة تحديدا، بالإضافة إلى المتخصصين في مجال الإنشاءات والبنى التحتية. المبادرة المصرية الأهم وهي القاهرة كيب تاون والربط الملاحي والنهري بين الشمال وجنوب القارة الإفريقية، مرورا بأكثر من 12 دولة إفريقية لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين هذه الدول. أيضا الإصلاح التشريعي الذي أجرته مصر خلال الأعوام السابقة والذي يسمح بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، يلقى أيضا يعني نظرة إيجابية من مجتمع المال والأعمال في دول الكوميسا، بالإضافة أيضا إلى الحزم التشجيعية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الأعوام السابقة. هذه نماذج للتجربة المصرية
المصرية الملهمة اقتصاديا بالنسبة للأشقاء الأفارقة وتحديدا بالنسبة لعشرين دولة هي عدد الأعضاء بالإضافة إلى مصر، 21 دولة عضو في هذا التجمع الاقتصادي القاري الأهم في هذه المرحلة، بالإضافة أيضا إلى الاستناد إلى علاقات مصر القوية مع شركاء التنمية سواء في القارة الإفريقية، نتحدث هنا عن بنك التنمية الإفريقي والعلاقات الجيدة التي تربط مصر بإدارة هذا البنك، بالإضافة أيضا إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بعدد كبير من جهات التمويل والبنوك العالمية. هذه العلاقات تستند إليها دول المجموعة في البناء على ما تحقق من نجاحات بين مصر وبين هذه الجهات الدولية للبناء على هذه التجربة والاستفادة أيضا من هذه التجربة وهذه العلاقات المصرية في نقل هذه الخبرات، أولا في التفاوض مع هذه الجهات، وثانيا الاستناد إلى هذه العلاقات المصرية الطيبة القوية التي تربط مصر مع هذه الجهات للاستفادة اقتصاديا واستثماريا وتجاريا لهذه دول المجموعة مع هذه الجهات المانحة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصر تحدثت وتتحدث بلسان القارة الإفريقية فيما يتعلق بالتحديات التي لا تزال تواجه هذه القارة وتحديدا دول هذا التجمع، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو الاستثماري، وإنما أيضا على صعيد السياسي والعسكري، الحفاظ على استقرار هذه المنطقة ومقدرات شعوب هذه المنطقة، بالإضافة إلى حلحلة الأزمات والصراعات التي تواجه عدد من دول المنطقة، ما يضمن تهيئة المناخ لإقرار عمليات التنمية المستدامة والاستناد إلى ما تحقق خلال الفترات السابقة منذ تأسيس هذا التجمع وحتى الآن، استنادا على التجارب المصرية والجهود المصرية، واستنادا أيضا على الأطراف الفاعلة في المحيط الإفريقي لتحقيق طفرات فيما يتعلق بالتكامل والتعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية وانتقال الاستثمارات المتبادلة، استنادا أيضا إلى الموارد البشرية والموارد الطبيعية الهائلة التي تحملها دول هذا التجمع. نعم إيمان، أشكرك جزيلا على نقل الصورة من زامبيا قبيل يوم من عقد قمة القمامة على أرشوان، مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة من هناك.